انا هعمل ايه علشان اجيبهم كلهم في تكست بوكس واحد؟ هقول له هات لي الرقم الاولاني اللي انت طبعته اللي هو رقم واحد، سيبه زي ما هو في التكست بوكس، وخش اطبع عليه رقم اتنين جنبه، وخد مسافة واطبع رقم تلاتة جنبه بتنفيذ الهواي الفور برضو. لو عاوز كل واحدة في سطر هستخدم ال V B C R L F دي بعد الكلمة بتاعة ال M، هعمل AND وهينزل سطر جديد على ال M، يطبع ال M الجديدة في سطر جديد ويطبع ال M اللي بتساوي 3 في سطر جديد. هنا في الكود اللي قدامي هو طالب مني ان انا اعمل كود يطبع الجدول اللي انتوا شايفينه قدامكم. طب انتوا شايفين ايه؟ شايفين انه كاتب الجدول بتاع رقم 3، 3 دي ثابتة قدامي في كل الكود، وعلامة الفي موجودة في كل الكود. اللي بيتغير هنا هو الانكريمنت بتاع الام اللي هو 1 و2 و3 لحد ال 12. طيب وبعد كده عامل علامة اليساوي وعامل الاوتبوت بتاعي. طب احنا ننفذ الكود ده ازاي؟ هنقول له ان انا عندي العداد بتاعي هنا في الفور، هنقول ان هو الام من اول الام بتساوي 1 لحد من اول الام بتساوي 1 لحد الام بتساوي 12. اعمل لي ايه؟ اعمل لي في التكست بوكس اللي موجود قدامك، اطبع لي التكست بوكس القديم اللي هو في اول حالة ما فيهوش اي بيانات، وحط لي الرقم 3 وحط بعده علامة الضرب، وبعد كده حط القيمة بتاعت الام بالنسبة لي هنا في اول مرة هتساوي 1، وحط علامة اليساوي، وبعدين طلع لي او حط لي الناتج بتاع ضرب ال 3 في الواحد اللي هي قيمة الام، وبعد كده انزل سطر جديد. يبقى في اول مرة هيتنفذ فيها كود هيكتب لي 3 multiply ال 1 equal اللي هو 3 اوكي، وينزل سطر جديد بالجملة دي بالكود ده، ينزل سطر جديد ويعمل يرجع تاني ينفذ الام. في حالة ان الام بتساوي 2 هيعمل تاني، هيجيب التكست بوكس فيه اللي هي 3 multiply 1 equal 3 ويرجع ينفذ في حالة الام بتساوي 2، يعرضها تحتها وهكذا زي ما احنا شايفين في التيبل اللي قدام ده. جدول الفايف برضو شوفوه ونفذوه. طيب انا عندي هنا في الفور في حاجة تانية ممكن تفيدني، وهي كلمة step. انا مش بس هقول انه اتبع اعمل لي لوب في الفور الانيشال فاليو بتاعتها مثلا بتساوي 1 لحد ما بتساوي 3، لا او بتساوي 10، لا هقول له ان انت كمان ممكن تعمل قفزة تختار ارقام معينة. يعني هنا زي ما انتم شايفين قدامكم الكود اللي هيطبع لي الاود نمبرز من 1 تو 10 هيبقى 4 ان الاي في اول مره بتساوي 1، 2 ان الاي بتساوي 10، اعمل ستيب 2 يعني هيرجع تاني في تاني مره ينفذ فيها الكود، الاي عندي بدل ما هتبقى ايكوال 1 هتبقى ايكوال 3، هيعمل لي برينتنج.